أستاذ هاني، هل من فرص لنجاح هذه المفاوضات اليوم الخميس في الدوحة مع غياب حركة حماس وعدم معرفة تفاصيل حول صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض؟ صباح الخير. الفرص قليلة إن لم تكن منعدمة، وذلك بسبب تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، فهو أعطى صلاحيات للوفد الإسرائيلي بنقاش التفاصيل، أما المبادئ والإطار العام فلم يمنحهم أي صلاحيات، وهذه وصفة يعني مؤكدة للفشل. النجاح يمكن أن يحدث في حالة واحدة وهي غير متوقعة، أن تقوم الإدارة الأمريكية بضغط جدي حقيقي على إسرائيل، وليس الضغط الخفيف، ليس إبداء النصائح، لأن هذه المسألة لم تنفع في السابق ولن تنفع حاليا. كل ما تريده الآن الإدارة الأمريكية من هذه الجولة هو تأجيل أو منع الرد الإيراني على اغتيال هنية، ومنع حزب الله من الرد على اغتيال فؤاد شكر، ومنع الحوثيين كذلك من يعني الرد على القصف الوحشي للحديدة. إذا هذا هدف هذه الجولة لا أكثر ولا أقل. وبما أن هذا الهدف بهذا السياق، نتنياهو لا يزال متعنت. حتى الوفد الإسرائيلي المفاوض كان يقول لماذا نذهب يعني إلى المفاوضات، فليس لدينا الصلاحيات الكافية لكي تنجح هذه المفاوضات. وكلنا لاحظنا الجدال بين وزير الحرب الإسرائيلي وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث قال وزير الحرب بأن إسرائيل أحد أسباب عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي يحمل نتنياهو المسؤولية. إذن نحن بدون توقعات كبيرة على الإطلاق، بل التوقعات منخفضة للغاية.